السيد ينقلب على صالح جمعة. إيقاف، أجازة للعبة سيراميكا، يلا التجمع. فين صالح؟ صالح مجاش. كابتن ضياء فين صالح؟ صالح مجاش. رنوا عليه، ده غير متاح. رنوا عليه، الحمد لله فتح الموبايل. رنوا عليه، لا ده ما بيردش. كابتن ضياء قال لك الظاهر اني لن ينصلح حال صالح، لن ينصلح حال صالح جمعة، واني صالح جمعة هيفضل هيرجع تاني للأسف للخط اللي كان ماشي عليه قبل ما يجي سيراميكا. وصراحة كابتن ضياء السيد عاد اكتشافه من جديد. صالح جمعة رجع طبعا مع نوبة الغضب الشديدة من كابتن ضياء السيد اللي كان متوعده بالتجميد، وقال لك خلاص أقدم اعتذاره للأستاذ معتز البطاوي، وقال له كان عندي ظرف قهري وحكى له الظرف الغير معلن، بس حكى له الظرف واعتذر للكابتن ضياء السيد واللاعبين. يا صالح يا صالح، يعني كفايه بقى يا صالح، كفايه تظلم نفسك. افضل موهبه جت في العشر سنين، موهبه عيل عنده 15 16 سنه وسابق جيله كله والاجيال اللي بعده، صالح جمعه. واكتر لاعب في الدنيا ظلم نفسه، اكتر لاعب في الدنيا ظلم نفسه صالح جمعه، اللي كل المدربين اللي دربوه قال لك ده مكانه في اكبر انديه اوروبا بدون منافس. صالح جمعه في حته تانية، كل ما اجي اتكلم يقول لك في حته تانية، يا كابتن ربيع ياسين يقول لك في حته تانية، يا كابتن ضياء لما يقول لك في حته تانية، يا في حته تانية، في حته حته تانية. تتفاجئ ان العمر يا صالح عدى سنه واتنين وتلاته وعشر سنين، عشر سنين يا صالح بيتم تقويم صالح جمعه من وهو عنده 17 سنه، فريق اول مع انبي طلع برتغال، مستنيين بقى صالح اللي هيسبق محمد صلاح بسنين ضوئيه، هيسبق محمد صلاح وكان سابق محمد صلاح وهو صغير. تتفاجئ ان صالح جمعه ياخد الفرصه ويقول لك لا انا ما بقاش صالح جمعه لو ضيعت كل الفرص وثقت كل الناس اللي حواليا. يا ابني ده انت خطوه في المنتخب، انت رجل في المنتخب، يا ابني انت رجل في المنتخب، كفايه ظلم لنفسك. يعني صالح جمعه مع النادي الاهلي فرصه جات لك في 2015 علشان تبقى السوبر ستار الكره المصريه، اتكلم عنه ابو تريكه واتكلم عنه بركات واتكلم عنه وائل جمعه واتكلم عنه عماد متعب وكل النجوم، قال لك تيجي تسال عماد متعب اقول له يا كابتن عماد صالح يقول لي صالح ده صالح اللي انت شايفه ده 1%، اقول له طب قول يقول لي 1% من امكانيات صالح، 1% يا كابتن وائل جمعه، يقول لي صالح ده صالح جمعه الوحيد في جيله اللي يتقال عليه خليفه ابو تريكه، رؤيه، مهارات، تواجد في الملعب، بيعمل كل حاجه بره الصندوق. طب ايه؟ يقول لك هو بقى اسالوه هو. كلمت كابتن ربيع ياسين، يا كابتن ربيع هو صالح جمعة إن الدهنة دهيته ولا جرى له إيه؟ ده صالح جمعة اللي كان معاك أفضل لاعب في أفريقيا، خد بالك صالح جمعة مع الكابتن ربيع ياسين وكان أصغر من كل جيله أفضل لاعب في أفريقيا. قال لي والله يا شريف معلش اسأله هو. اسأله ما تسألنيش أنا، صالح جمعة مش هو كان، اسأله هو أنا ما أعرفش جرى له إيه. فصالح يقول لك لا أنا إن شاء الله اللي جاي، فاللي جاي تستنى اللي جاي يقف على رجله صالح ويقول لك لا.